our wedding. This is etched into eternity. إذا نرحب مجددا بأعضاء لجنة التحكيم ومدير الساحة للبدء في الفئة السابعة ألف أمهار أعمار سنة. So we will start this class called 20 year old section A. بانتظار الدخول الجماعي لهذه الفئة أمهار أعمار سنة القسم ألف. Handlers, we're waiting for the group show called 20 year old section A. For the rest of our lives, with all that we have, we do. And we will, when the sky turns black and he comes back riding on the clouds. Every day and every moment, every breath we take, we choose you. إذا نرى العرض الجماعي لأمهار أعمار سنة القسم ألف. نبدأ الآن في هذه الفئة. كل مهر يستعرض أمام لجنة التحكيم. للخيل في قلوب المطاليق تقدير من طيبهم والمرجلة قدروها
يقنونها ما هو بلجل الدنانير، يسعون للناموس لو هم قنوها، لعيونهم ما فكروا في المخاسير، عزوا مكانتها وفوق رفعوها. نجتمع اليوم جميعا في حب ومعزة هذا الكائن العربي الأصيل الذي يستعرض الآن على ميدان بطولة كحيلة للخيل العربية الأصيلة. إذن تبدأ هذه الأمهار بمغادرة الميدان للبدء بالعرض الفردي لكل مهر على حدة. Give me all I need in Milan. Red bottoms on my feet in Milan.
Thank you, handler. Next, please. إذن المهر رقم 196 في الميدان بالتوفيق. Good luck for the 196. Good luck.
إذن نتيجة المهر رقم 194 اسكي شاهين للأب نبيل السكب والأم اسكي ميا المالك عبد العزيز البرغش اسطبلات السكب المملكة العربية السعودية. بداية موفقة لهذه الفئة. النوع 19.5 مرتين، 20 19.5 مرتين، الرأس والعنق 19.5 مرتين، 20 19.5 مرتين، الجسم وخط الظهر 18 مرتين، 18.5 مرتين، القوائم 15.5 مرتين، 15 ونصف مرتين، الحركة 18.5 مرتين، 19 3 مرات. مجموع النقاط لإس كي شاهين 91.50، total point for إس كي شاهين 91.50. good and you can see the result on the screen. للأسف تم استبعاد المهر رقم 195 مروان نسمة. Unfortunately elimination for the calls number 195 مروان نسمة. Next called in, good luck. إذن نتيجة المهر رقم 196 قمران آر جي. النوع 18.5 19 مرتين، 18.5 مرتين، الرأس والعنق 18.5 مرتين، 19.5، 18.5، 19، الجسم وخط الظهر 17.5، 18 مرتين، 17.5 مرتين، القوائم 16 15 15.5 15 مرتين، الحركة 18.5 3 مرات، 18 18.5. مجموع النقاط لقمران آر جي 88.90، total point for قمران آر جي 88.90. and you see the result on the screen. Thank you handler, next please. Del valle y con su bieneo estaba su bieneo David Sabeteo en la alegría del valle y con el viento del mar, viento del mar viene de Tonaocao.
إذن نتيجة المهر رقم 197 إمباير بن جي. النوع 19.5 مرتين 19. الرأس والعنق 19.5 من جميع الحكام. الجسم وخط الظهر 18 17.5 ثلاث مرات 18. القوائم 16 15.5 15 15.5 15. الحركة 18 19 مرتين 18.5. مجموع النقاط لإمباير بن جي 90.50 total point for Empire بن جي 90.50. Thank you, handler. Next, please. إذن نتيجة المهر رقم 198 عز الباخت. النوع 18.5 19 18.5 مرتين 18. الرأس والعنق 18.5 19 18.5 ثلاث مرات. الجسم وخط الظهر 17.5 18 مرتين 17.5 18. القوائم 15.5 15 أربع مرات. الحركة 18.5 18 18 مرتين. مجموع النقاط لعز الباخت 88.20 total point for عز الباخت 88.20. Thank you, handler. Next called in, so good luck. إذن نتيجة المهر رقم 199 شجاع الأول. النوع 19 18.5 19 مرتين 19.5. الرأس والعنق 18.5 ثلاث مرات 19 مرتين. الجسم وخط الظهر 18 مرتين 17.5 18 مرتين. القوائم 15.5 16 15 مرتين 15.5.
الحركة 19 مرتين 19 ونصف ثلاث مرات، مجموع النقاط لشجاع الأول 90.30، total point for شجاع الأول 90.30. ولا زال اسكي شاهين متصدرا لهذه الفئة حتى الآن بنتيجة 91.50. اسكي شاهين still taking the lead until now with the score of 91.50. Thank you, handler. Next, please. This program is offered by Ask yourself a question. What would I love? This is your time. This is your moment. Life is calling out to you. Every day, get up and do what you love, and love what you do. Embrace the world. Enjoy the journey. Live your best life. Follow your passion, because no one can do it for you. 18.5 3 مرات 18.5 والرأس والعنق 19 3 مرات 18.5 مرتين. الجسم وخط الظهر 17.5 4 مرات 18. القوائم 16 15.5 3 مرات 15. الحركة 18.5 مرتين 19 18.5 19. مجموع النقاط لبراق الانجي 89.40. توتال بوينت لبراق الانجي 89.40. Can see the result on the screen. What it takes will make it through. Thank you, handler. Next, please. Oh,
الأخير يعلن مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة عن تقديم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل دعم بمبلغ 200 ألف ريال للفائزين في بطولة الخيل سعودية الأصل والمنشأ بواقع 50 ألف ريال لكل بطولة توزع النحو التالي: 25 ألف ريال للبطل الذهبي، 15 ألف ريال للبطل الفضي، 10 ألف ريال للبطل البرونزي. كل الشكر والتقدير لسموه الكريم على رعايته ودعمه المتواصل لبطولات جمال الخيل العربية الأصيلة. إذن نتيجة المهر رقم 201 تي ال ليث النوع 18.5 مرتين، 19 18.5 مرتين، الرأس والعنق 18.5 18 18.5 ثلاث مرات، الجسم وخط الظهر 17.5 ثلاث مرات 18 مرتين، القوائم 15 14.5 15 14.5 مرتين، الحركة 18.5 18 18.5 17.5 18، مجموع النقاط ل TL Leith 87.50 total point for TL Leith 87.50. Thank you, handler. Next, please. إذن نتيجة المهر رقم 200. Thank you, handler. Next, please. Next call, please. إذن نتيجة المهر رقم 201
اثنان اف دي طويق، للاب كنز البداير، الام جوليانا صقر، المالك ابراهيم الفده، مربط عبد العزيز الفده، للخيل العربيه الاصيله، المملكه العربيه السعوديه، النوع 19 18 ونصف 19، 3 مرات الراس والعنق، 19 18 ونصف 19 18 ونصف، مرتين الجسم وخط الظهر، 18 من جميع الحكام القوائم، 16 4 مرات، 15 الحركة، 19 ونصف مرتين، 19 3 مرات مجموع النقاط لإف دي طويق، 90.60 total point for إف دي طويق 90.60. Thank you, handler. Next, please. إذن نتيجة المهر رقم 203 ام عزام للاب سما ماجيك وان، والام ضي السكب، المالك منصور المزروعي، الامارات العربية المتحدة، النوع 19 مرتين 18 ونصف 19 18، الراس والعنق 18 ونصف 19 18 ونصف 19 18، الجسم وخط الظهر 17 ونصف 17 17 ونصف، 3 مرات القوائم، 15 ونصف 15 15 ونصف، مرتين 15 الحركة، 18 ونصف، 3 مرات 18 مرتين مجموع النقاط لإم عزام، 88.30 total point for إم عزام 88.30، and you can see the result on the screen. Unfortunately, called number 204, elimination for the lame. للأسف الاستبعاد للعرج للمهر رقم 204. نتيجة المهر رقم 205 بدر صارم للأب فادي الشقب، والأم أي جي وهيبة، المالك سلطان الحارثي، مربط صارم، المملكة العربية السعودية، النوع 19 من جميع الحكام، الرأس والعنق 19 ونصف 19 4 مرات، الجسم وخط الظهر 17 ونصف 17 17 ونصف 17 18، من القوائم 16 15 ونصف 15 14 ونصف 15، الحركة 18 مرتين 18 ونصف 18 18 ونصف، مجموع النقاط لبدر صارم 88.90 total point for بدر صارم 88.90. 207 the arena, good luck. Thank you.
This program is offered by This program is offered by Next, please. للأسف تم استبعاد المهر رقم 207 وذلك بالعرض. Elimination for vote number 207. إذن نتيجة المهر رقم 206 دي رعدان للأب سكاليفر دي اي والأم دي رويدة المالك عبد العزيز بن سليم مربط هامات الخيل العربية الأصيلة المملكة العربية السعودية النوع 19 من جميع الحكام الرأس والعنق 19 مرتين 18.5 19.5 مرتين الجسم وخط الظهر 18 17.5 18 ثلاث مرات القوائم 15.5 مرتين 15 مرتين 15.5 الحركة 18.5 19 18.5 19 18 عفوا 19 مجموع النقاط لدي رعدان 89.90 total point for دي رعدان 89.90. للعرج
also, unfortunately, elimination for the cause number 208 for the lame. لحظات ونعلن نتيجة هذه الفئة. أمهار أعمار سنة قسم ألف. إذن النتائج أتت كالتالي: المركز الأول لإس كي شاهين بنتيجة 91.50 الأستاذ عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز البرغش صبلات السكف، ألف مبروك. المركز الثاني إف بي كويت بنتيجة 90.60 الأستاذ إبراهيم الفدة مربط عبد العزيز إبراهيم الفدة للخيل العربية الأصيلة، ألف مبروك. المركز الثالث فاير بن جي بنتيجة 90.50 أستاذ عبد العزيز آل جلبان مربط بن جلبان الخيل العربية الأصيلة، ألف مبروك. المركز الرابع شجاع الأول بنتيجة 90.30 أستاذ عبد الله التويجري مربط الأول للخيل العربية الأصيلة، ألف مبروك. المركز الخامس والأخير دير عدان بنتيجة 89.90 أستاذ عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن سليم مربط هامات الخيل العربية الأصيلة، ألف مبروك. So the result. So first place goes for SK Shaheen. Second FD Tweek. Third Empire Bin J. Fourth شجاع الأول. Fifth and last D رعدان. Congratulations. إذن سيتوج هذه الفئة مشكوراً الأستاذ عبد الله محمد العامري مربط العامرية. Prize giving by Mr. عبد الله العامري العامرية ستاد. Thank you.
إذن الآن نرى دخول الأمهار ذو المراكز الخمسة الأولى، ويتوج هذه الفئة مشكورا الأستاذ عبد الله العامري مربط العامرية. So prize giving by Mr. عبد الله العامري العامرية ستاد.